معهد الفلك يحذر المواطنين من النظر إلى السماء غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا، يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين أن بكرة 25 أكتوبر سيحدث كسوف للشمس في مصر، ولذلك حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين من النظر لكسوف الشمس المرتقب غدا الثلاثاء، والذي ستشهده الكرة الأرضية ويرى في مصر. وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة، مما يتسبب في تلف العين. ودعا المعهد القومي للبحوث الفلكية الزائرين والجمهور لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يوم غد الثلاثاء بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف. ويفتح المعهد مرصد حلوان أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة الرصد هذه الظواهر الفلكية، ويكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأيضا أجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة. وينظم المعهد محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة ويقوم عليها نخبة من كوادر المعهد، وتحديدا سوف يكون هناك فعالية رصد باستخدام التلسكوب الشمسي وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان. وسيتم أيضا تنظيم فعالية أخرى بمرصد القطامية الفلكي وفي مركز الإقليمي للمعهد بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، وفي المركز الإقليمي للزلازل بأسوان، وجاري التنسيق لفعالية في الأقصر، كما سينقل الحدث على الهواء مباشرة من مركز الرصد عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات وعلى موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.